صبحكم الله بالخير وجمعتكم مباركة. اليوم الجمعة أعتقد 5/4 ولا 5/5/2023، المهم هذا فندق جراند فيكتوريا، أفخم فندق في إنترلاكن، وهذا فندق متروبول. طبعاً إذا خذيت غرفة إطلالة فوق عجيبة، وفوق آخر شيء في كوفي عادي للساكن وغير الساكن، تقدرون تزورونه، كوفي عليه إطلالة رهيبة بعد كذلك. هذا هاي ترى هاي ساحة القفز، إذا حريم يبغون يقفزون ترى في حريم يقفزونهم. تركنا التوليب في هولندا واستقبلنا في إنترلاكن. يا رب ما أحلى الورد، الورد للناس الورد. طبعا تشتهر إنترلاكن بغريندلوول وواتي لوتربيان، كلهم قريبين من المكان. نواصل تصويرنا لهذه البحيرة الجميلة. طبعا مثل ما قلت لكم حديقة فيها ألعاب حق الأطفال بشكل مجاني، موقف السيارة مجاني، حاليا نحن في قرية لينك، واليوم 4/5/2023، درجة الحرارة 16 إلى 17. حياكم الله وبياكم مرة ثانية. هذا شلال سيمن فول، شوفونه، احنا نسميه الشلال لينك الرهيب، نسميه عدة اسماء لكن هو الرسمي سيمن فول. مي بدايته نهايته، يعني لازم نطلع فوق. اسمع الحين ما في مطر بعد، بس ذوبان. والله يا اخوان انه ضعيف، اول مرة اشوفه بالضعف هذا. هذاك هناك فندقة، فندق لكنه مسك، يسكرون في اوقات من السنة يسكرون. كرسي النفسية. واصل شوفوا المنظر، هذه قرية لينك. طبعا لينك من القرى الجميلة جدا في سويسرا، قريبة من جشتات. مساكم الله بالخير مرة ثانية، هذه خوانق في مدينة لينك أو قرية لينك. يلا نشوفه موقف السيارة هني، لكن شفت اليوم لاحظت أن البلدية ماخذة كل المواقف، أنا وقفت ونزلت فيها مشي شوية.
هذا هو هرمون السعادة. نواصل. ما زلنا في قرية لينك وهذه الخوانق اللي فيها. هذا هو هرمون السعادة. هذا طبعا الخوانق في بلدة لينك السويسرية. فيها شلالين مهمين. فيها هذه الخوانق. فيها مطعم بانورامي. يلا نواصل. نواصل. يلا وراي واحد واحد. نواصل. مشوا في الماء وبردوا ريولكم. حملوا بس من الزلق. مساكم الله بالخير مرة ثانية. هذا شلال إيفنفول. ما زلنا في مدينة وبلدة لينك سويسرا. اليوم الجمعة، جمعتكم مباركة. أظني 4/5/2023. وهذا الشلال الثاني المهم بعد شلال لينك الرهيب. في شلال ثاني بس وراه بعيد بعيد، لازم سيارة نروح. شلال إيفنفول. بننزل ان شاء الله لين تحت لين هذاك الجسر. يلا خلكم وراي واحد واحد. تحملوا هذه، تشوفونها اللي تشوفونها كرمكم الله، كلها هذه حظاير وابغار. يا رب. نزلنا في لينك وشلال إيفنفول. ما أقدر أتقدم زيادة، الرذاذ عاملني.
محاطة ثانية تحت الشلال. يا رب الجو هذا كيف بارد. بسرعة 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 بسرعة، تليفون بطيح من يدي. روح روح روح. هني في ممشى جميل عند النهر، يقول حط الدافور مالك وسوي كبسك امورك طيبه. ترى شوف الممشى محلاتني، وبعدين بعد قدام هناك بعد في ممشى هناك في بيوت، في ممشى مسوين لهم بعد جميل. واحد من مماشي الحياه، ممشى السعاده. نختم زيارتنا للشلال. حياكم الله وبياك مرة ثانية. هذا شلال جوان، وهذه قرية جوان، هذه قرية جوان السويسرية. شوفوا هذا الجبل، هذا من هاك الصوب، الصوب الثاني زوزمان وقشتاد، ومن هذا الصوب هذا معبر اسمه جامباس، جامباس اسم المعبر. وانا ادور فندق، النت ما رضى يشتغل عندي، ما تفتح لي صفحه البوكينج، امشي على وجهي كل ما اشوف فندق اوقف ولا مسكر ولا فول. المهم وصلت هني قريه جوان، شفت هذا الفندق. اول ما نزل قلت له ما ادور غرفه، قالوا باقي اخر غرفه. قلت له زين خلوه يودوها هاي. حجزت الغرفه ودفعت وقلت لهم ابغي عشاء. قال شو عندكم؟ قالوا عندنا سباجيتي. قلت له خلاص يسوي لي سباجيتي، نروح نشوف بنسلم بس على الشلال، لأن العام أنا زرته مخربين في حاجة البلدية، بروح أشوف هل صلحوها ولا لا. يلا وراي واحد واحد بننزل من الدري. اللي يبغي يزوره ترى هذا الموقف مال الشلال، موقف مجاني والزيارة مجانية. يلا ناخذ صورة من هني قبل أن ننزل ونكمل الفيلم هناك. القرية جميلة جدا، حد يسميها جاون، حد يسميها جوان، وحد عموما هي هذه يميزها هذا الشلال. يلا ننزل له وراي واحد واحد. النزول سهل لكن الصعود الله يستر. لا لا المسافة قصيرة. هني موقف السيارة، بعطيكم في الاحداثي، عاد انا مسجل في الاحداثي، توقفون وتنزلون تمشون خطوتين. المياه كل مكان، الانهار كل مكان بيها. شوفوا البلدية خربوه يوم فتحوا هالمكان، كان العام كان قبل احلى، يصب مثل هالشكل، مثل هالشكل يصب، خربوه. هذا الصراحة قوي قوي، هذا منبع ترى من هني تقدرون تشربون على طول، لأن منبع ينبع من هني. يوم يوم الشلالات، ما زلنا الشلال جوان. اليوم الجمعة، جمعتكم مباركة، 4/25/23،
ودرجة الحرارة 17. وهذه الغرية الجميلة. حد يسميها جوة، حد يسميها جوان، حد عموما هي هذه تميزها. استفاضة ثانية الصراحة اليوم عاجبتني قوة الشلال. الشلال يوم يكون قوي حتى يعطيك شوية حيوية، يعطيك نشاط، يعطيك تحس عندك كل شيء شغال. طبعا اليوم الجمعة وجمعتكم مباركة، 4/5/2023 ودرجة حرارة 17. وهذه قرية جوان وشلال جوان، هذه القرية الحالمة، قرية جميلة. ومن هني مثل ما أقول لكم تبدأ اللغة الفرنسية، الجزء الفرنسي في سويسرا إلى جنيف وشينيو شانتيل وبحيرة جنيف، الجنب السويسري الفرنسي كله لغة فرنسية. الشلال صراحة عجيب اليوم، عجيب، طيب خاطري صراحة. ما زلنا في شلال جوان في بلدة جوان السويسرية الجميلة. صبحكم الله بالخير يا ويوه الخير. هذه قرية جوان تحتنا حين أنا طلعت من الأوتيل. هذا المكان أنا دائما أمر عليه وأنا متجه إلى قشتات أو زوزمان، لأن هذا المعبر هذه نقطة فيو بوينت أو المهم مطل على قرية جوان. حاطين لكم طاولة تبركن سيارك تنزل دلالك. طبعا هذا المعبر، الصوب الثاني قلت لكم زوزمان وقشتات، وهالصوب جوان، ومن هناك تبغي تروح مونترو، تبغي تروح جنيف، تبغي تروح قلعة قرية، كل مكان. هذا المطل دائما أمر عليه، بحط لكم الأحداث الحين آخر الفيلم. مطل جميل جدا، شوفوا كيف صدمة صدمة يوم تجلس هني بدلالك لا تقهوى 5 دقائق. بعدين هذا الحداثية وشلال جوان تحته والبحيرة السوداء تحتهم، هذه الحداثيات. التقاطة ثانية على السريع، قرية جوان السويسرية. وهذه التغاطة بين سكيك قرية جوان. نواصل تصويرنا. هذه بين سكيك قرية جوان. نواصل. طبعا هاي بين سكيك قرية جوان، هذا الوادي. اول تدخل داخل لكنه مو مهيئ لل ورايح الى النهر. يلا توكل على الله.